عم اسألك ليش قلي؟ خلصنا هاي لهون امي لازم نسوي الحشره خلصنا بقى ستي بعدوا عنها شو عارف عنها بالبنت بعدوا هيك سوي وشا لا تخلوها تتحرك بعدوا عني بعدوا يا انسة وينك طلع يلا وين امها اتصلي فيها يلا نادولا يا انسة يلا انت سيئة بطلعك اتركوها انت يا اريا انت بدأنا حتى تجي وين امك يلا قولي كثير حلو مين انت لتخبرينا شو لازم نعمل يلا قليلي هي عم تعمل هالشي مع بنتين صغار طلعوا فيها قديش هي حنونة على بناتها روحوا من هون شو بعدوا عنا انت وبنتك سيئة اريا سيئة كثير ليش؟ فهمني ليش انتو بتحبوا تأذوني دائماً؟ طلع شوف عيلتي هن نضلوا ورانا كل الوقت لحتى قدروا يأذوني وهالمسكينة فيديكا عانت كتير كله بسببي أنا سهيل سهيل أنا بعترف أني غلطت معك سهيل بعرف انك رح تشوف فيديكا يلا انا رح روح معك بوعدك اني رح اعمل كل جهدي لحتى ساعدها بس انا بترجاك تسامحني انا عن جد اسف ما تقول انا اسف انت ما بتستاهل انه سامحك انا ما رح سامحك لهيك شو الفائدة من هالاعتذار لا تقول لي يا رفيقي وبهالشي انتهيت صداقتنا بعد روحوا لبقى تلحقني سهيل روح سهيل المدينة بترجعكم خلص شو عم تستفادوا من هذا اللي عم تساووا معنا ترك المدينة انك تترك المدينة هذا ما بيغير شي من غلطتك ماشي نحن هون لحتى نشارك الناس بفرحهم وحزنهم نحن منتفهم وجعهم ومرة مثلك انتي بتسبب ضرر للمجتمع كله وهلأ رح يكون واجبنا انه نعاقبك نحن ما رح نروح لحتى نعمل الشيء اللي اجينا كرماله كلنا شوفوا رايحين شايف نحن ما رح نروح من هون يلا منعينا اذا بتقدري رجعكم خلص وقفوا هذا الشيء اللي عم تساووه هالمره بريئه انتي ارجعي لورا انا رح احكي مع الشرطه لا عن جد بدك تحاكي الشرطه بدك تحاكي الشرطه لك عم هيك يلا حاكيهم يلا لو سمحتوا اتركونا بحالنا اذا نحن عاقبناك على غلطتك رح يخافوا النسوان اللي مثلك انه يرجعوا يعملوا مثل غلطتك فهمتي لازم كل الناس تفهم هذا الشيء يا سيئه لو سمحتوا روحوا من هون هلا رح اعاقبك قدام كل الناس ورح ادهن لك وشك بالاسود امي
انتوا اسكتوا. رح نعمل هذا الشيء قدام الكل لحتى يعرف الكل انه اللي بيغلط مثلك ما بحق له يكون جزء من هذا المجتمع. لو سمحتوا بكفي بقى، خلص بترجعكم اتركونا. خلص روحوا من هون. ما رح نروح لحتى نكمل اللي فينا. خلص انت سيئة. ما رح نروح. مستحيل نتركك، لا تحلم ولا شيء. بترجعكم بكفي بقى، اتركونا بحالنا. ليش هيك عم تعمل؟ ما رح نتركك. بدنا نسوي كل شيء. نحن ما رح نتركها ابدا. لو سمحتوا بترجعكم اتركونا. يلا لك بكفي. سود له وشها بسرعة. نحن رح نسود لك وشك. بحد عنها، لا تقربوا عليها. لو هي بتستاهل او كثير كمان. بابا مرحبا يا معلمي، هذا جزائك. عم تفهمي تستاهل يا شيخ. زيك اسود. هي وشها صار اسود. هي وشها صار اسود. وهي مش اسود. اسود. هي وشها صار اسود. هي وشها صار اسود. بإيدي سوت لها وشها. يا ابو شو كلهم بتعملي؟ ايدك هالشيء، انت وحدة سيئة. دهان دهان. وهي وشها صار اسود. وهي وشها صار اسود. وهي وشها صار اسود. لك تستاهلي، هذا هو جزائك. نحن ما بنستغل النسوان، نحن رح نستغلك الك. جيب لي دهان كمان بسرعة. جيبوا الدهان. خلص بترجعهم. جيبي الدهان بسرعة. يلا جيبي بسرعة. بكفي. احنا سودنا له وشها. هلا رح تعرفي شو عملتي. نحن هون رح ندهن لك وشك. عم تعملي شيء مو منيح وعم تخدعي الناس كلها. وهي وشها صار اسود. وهي وشها صار اسود. هاتي صار اسود. وهي وشها صار اسود. لا شو عم تعمل؟ وهي وشها صار اسود. رح ندهن لك وشك. جهزي حالك. لا ترجعك. من وين اجى هاد؟ غريب. إذا عندك الشجاعة، اعمل اللي بدك تعمله. شو قصدك؟ ها؟ أنتوا كلكن هون إلكن احترام كبير بمجتمعنا، والناس دائماً بتجي لعندكن قبل ما تعمل شي جديد، وأنتوا ما بتعرفوا تحترموا الناس. أنت شو اللي بتقصده؟ أحكي. اللي بقصده قبل ما حدا فيكن يلومها للمرة، حاولوا انه تعرفوا الحقيقة. نحن هون مو بحاجة هذا الشيء ابدا، لانه الكل بيعرف الحقيقة. ابدا ما حدا بيعرف الحقيقة. بدكن تعرفوا الحقيقة؟ الحقيقة هي انلامت ظلم، والسبب كان لاني لأني أنا عن جد بحبها.